جزائريه، توانسه، ماليين، افغان. فنحن ما نعلم من هذه اللحظه والله مستعدين للقصاص منهم. نحن لسنا ضد الليبيين، التوار الحقيقيين هم اولادنا، قتلنا في الجبهات مع بعض. نعرف التوار الحقيقيين الاصليين المضبوطين الوطنيين اللي عندهم حرص على ليبيا. نحن صاعقه يد واحده، لا ندعو لقيام حكم في ليبيا ولا نأيد واحد الا بيطلع من ليبيا. اللواء خليفه حفتر اعلن على تطهير مدينه بنغازي واطلق عليها اسم معركه الكرام. انا حنشح، انا مش مشارك، انا هي سنه ونص وانا قاتل. الكرامه اللي يحكوا عليها نحن اهلها، الكرامه السائقه هم اهل الكرامه.